أنا فزنا بثلث مقابلات مع الدرجة الأولى، هذا يرجع للعمل والحمد لله. نشكر اللاعبين اللي كانوا في المستوى خاصة من الناحية التكتيكية، هذا اللي يرجع، هذه هي الحاجة اللي خلتنا أن نفوزوا اليوم بثلث مقابلات الأهداف لصفر. اليوم شفنا اللي كانت عنده الإرادة أكثر، اللي كانت عنده العزيمة فوق الميدان هو اللي تأهل. الكأس اليوم اختارت أولمبي أقبو، مبروك عليهم. بالنسبة لنا احنا خدمنا كل شيء، جينا باش من أجل التأهل. للأسف نظن باللي البطاقة الحمراء الأولى والضربة الجزاء هي اللي أثرت على اللاعبين، هذه هي الكأس. اون إيكيب يجزم علينا دينينا أول سكاك لا كومبيتيسيون هي لوبجيكتيف نهار 99% داكسيدي ليكيبيا اللي هي تاع. مازال هذا ان شاء الله، مازال هذا مشوار الله.